يسعد اوقاتكم طلاب الصف التاسع. معكم المدرسه نور الهدى من مدرسه اعداديه ذات النطاقين وثانويه التفوق. رح نبلش اليوم باول دروس في ماده الكيمياء باول وحده بوحده اللا عضويه. بالنسبه لوحده اللا عضويه تضم عده دروس. باول درس رح نبلش فيه درس المحاليل المائيه، وفي دروس لاحقه درس المحاليل الحمضيه والمحاليل الاساسيه، ومن ثم نتعرف على انواع التفاعلات الكيميائيه. هي بالنسبه لقسم اللا عضويه. الان سوف نبدا بدرس الاول وهو المحاليل المائيه، لنتعرف على كلمه محلول. هلا الاهداف الدرسيه ان يتعرف الطالب على تعريف المحلول المائي، ان يميز بين انواع المحاليل، المحاليل المتجانسه والمحلول الغير متجانس، أن يتعرف على التركيز المولي والتركيز الجرامي، ومن ثم أيضا نتعرف على تمديد المحلول. الآن لدينا الصورتين التاليتين. في الصورة الأولى لدينا مياه لنبع الفيجة موجودة عندنا في سوريا، والصورة الأخرى بحر الميت موجود في الأردن. هلا بالنسبة للصورة الأولى، مياه نبع الفيجة مثل ما نعرفها هي مياه صالحة للشرب، وهي مياه عذبة. مثل ما نعرف المياه التي بالنسبة لمياه عندياها تتألف من نسبة قليلة من أيونات الملح، فعندي مياه اللي نحن عم نشربها مياه صالحة للشرب هي عبارة عن ماء مقطر مضافا إليه نسبة من أيونات الملح، الأيونات الموجبة والأيونات السالبة، فهذا الشيء بيكون لي شيء اسمه المحلول. هلا لدينا هنا كمان البحر الميت. هلا سبب تسميته بالبحر الميت انه ملوحته مرتفعه، نسبه الملوحه فيه مرتفعه، ولعدم قدره الكائنات الحيه على العيش فيه. هلا مثل ما شايفين هون عندي مياه، وبجانب الشاطئ عندي مجموعه من الاملاح، عندي ملح. فهلا اجتماع الملح مع المي كون لي شيء اسمه المحلول. هلا رح نتعرف، رح ننتقل لبعض التجارب العملية رح نقوم فيها هلأ. هلأ بالنسبة لأدوات التجربة اللي بنستخدمها بهذا الدرس، عندي ملح كلوريد الصوديوم، هو عبارة عن ملح الطعام NaCl. عندي ملح آخر كبريتات النحاس، ملح كربونات الكالسيوم، عندي زيت نستخدمه بالمنزل، وعندي كمان ماء مقطر بدي أحط بكل بيشر كمية من الماء المقطر. هلا سوف نقوم باجراء بعض التجارب للتعرف على تعريف المحلول المائي. هلا رح اخذ عده اوعيه، رح قوم باضافه الماء المقطر. هلا بالنسبه للماء المقطر هو عباره عن ماء خالي من ايونات الملح، وهذا الماء طبعا غير ناقل للتيار الكهربائي لعدم وجود ايونات فيه. هلا عندي وعاء، هذا الوعاء مدرج، عندي من 10 ميلي لتر لل 100 ميلي لتر، فأنا حطيت كمية معينة، حجم معين من الماء. بالنسبة بس لبعض المصطلحات اللي ممكن نحن ناخذها، هلا أخذنا ببداية التجربة حجم معين من الماء، رح أرمز الحجم بالرمز V. إذا رح نرمز الحجم بالرمز V، V هو عبارة عن حجم الماء. هلا بالنسبة للحجم يقاس بواحدة في الجملة الدولية هي اللتر. هلا هون أنا طبعا رح أتعامل مع حجوم قليلة، فكل ما كل المقاييس بالميلي لتر، فهون يرجى الانتباه لهي النقطة من أجل التحويل من الميلي لتر لللتر، بنحكي عليها في فقرات أخرى. هلا رح آخذ كميات محددة، حجوم محددة من الماء، رح أحط في البيشر الأول في كمية من الماء. هلا رح نوزع الماء. رح ناخذ حجوم مختلفة من الماء. من الماء المقطر مثل ما شايفين، الماء عبارة عن سائل، وهذا الماء حالته الفيزيائية سائلة. طيب، هلا رح بلش حسب تسلسل التجارب، رح آخذ كمية من ملح الطعام. ملح الطعام يستخدم في المنزل، رمزه الكيميائي NCl.
NaCl. هلا بالنسبه لملح الطعام عباره عن ماده صلبه، اخذت كميه قليله من الملح راح اضيفها داخل الماء. نلاحظ هنا ذوبان تبدا بلورات الملح بالذوبان، فهون الماده الصلبه اثناء عمليه الذوبان تحولت الى ايونات. فهلا نقوم بعمليه التحريك. طبعا عمليه التحريك تسرع من عمليه ذوبان الملح في المحلول. فهلا هون عندي عامل مساعد وعامل التحريك، فهون نلاحظ انحلال الماده المنحله. مين هي الماده المنحله؟ هي كلوريد الصوديوم، انحلالها بشكل كامل في المحل. مين هو المحل؟ هو عباره عن الماء. هلا لو طرحنا السؤال اثناء عمليه الذوبان، هلا بالنسبه عندي للمحلول ملح الطعام، هون حصلنا على محلول مائي، هو محلول ملح الطعام. فهلا لو تعرفنا على المحلول، المحلول يتكون من مادتين، من الماده المحله وهو الماء المقطر. الماء المقطر ماده محله، ومادة منحلة ألا وهي عبارة عن ملح كلوريد الصوديوم، هي عبارة عن المادة المحلة. هلأ بالنسبة للعين المجردة أثناء عملية الذوبان، قدرنا نميز بين الجزيئات الملح والماء؟ طبعا لا. فهلأ العين المجردة ما قدرت تميز بين المحل وبين المحلول. هلأ رح أخذ التجربة الأخرى، رح أخذ كمية محددة من مادة وهي كبريتات الكالسيوم. كبريتات الكالسيوم عبارة عن بلورات صلبة لونها أزرق، رح ضيفها للوعاء الآخر، رح قوم بعملية التحريك. كمان هون نلاحظ عند إضافة حبيبات أو عندي مادة من كبريتات النحاس مع المحل ألا وهو الماء، نلاحظ عملية ذوبان المادة المنحلة في المحل. مثل ما هون شايفين نسبة المادة المنحلة نسبتها قليلة، خضع كمية قليلة من المادة المنحلة. طبعا مثل ما حكينا عملية التحريك تساعد على تمام على ذوبان المادة المنحلة وعلى سهولة الذوبان. فهون طبعا بدها تحريك، بس مشان الوقت رح قوم بإجراء التجربة الأخرى. هون نلاحظ حصلنا على محلول لونه أزرق، محلول لونه أزرق هو محلول كبريتات النحاس. فهذا المحلول مما يتألف؟ يتألف من المادة الصلبة ألا وهي كبريتات النحاس المادة المنحلة، والمادة المحلة أو المذيب وهو الماء. هلا التجربة الأخرى رح آخذ عندي عينة كمان حجم معين من الماء، رح ضيف له قطرات من الزيت، زيت سواء زيت زيتون ولا زيت الابيض زيت دوار الشمس، رح ضيف قطرات كميه من زيت الزيتون. كمان رح قوم بعمليه التحريك. هلا اثناء عمليه التحريك هل يمتزج الزيت مع الماء؟ ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ تشكل طبقتين، طبقه الزيت في الاعلى وطبقة الماء في الأسفل. فحصلت على محلول هو محلول الزيت مع الماء، وهذا المحلول العين المجردة قدرت تميز بين المادة المحلة والمادة المنحلة. المادة المنحلة هو الزيت والمحل هو الماء، فهنا نطلق على هذا المحلول محلول غير متجانس، لأنه يتكون من طورين. مين هنا الطورين؟ طور الماء المادة المحلة، وطور الزيت المادة المنحلة. هلا بالنسبة للتجربة الأولى مثلا عندي ملح كلوريد الصوديوم، العين ما قدرت تميز بين الملح وبين المادة المنحلة والمحل، فنسمي هذا المحلول نوعه محلول متجانس. التجربة كمان موجودة بالكتاب، عندي برمنجانات البوتاسيوم، هي المادة بيستخدمها في تعقيم الجروح، مادة تستخدم في التعقيم، عبارة عن مادة صلبة رح ضيف كمية قليلة منها في الماء. فنلاحظ المادة المنحلة هنا هو الماء، المادة المحلة هو الماء، والمادة المنحلة هي برمنجانات البوتاسيوم. هلا هون نلاحظ
عند إضافة بلورات من برمنجانات البوتاسيوم نلاحظ تبدأ عملية الذوبان. هلا هون إذا قمت عملية تحريك مشان إذا هون نلاحظ ذوبان المادة المنحلة في المحل فحصلت على محلول. هلا كل ما حركنا أكثر كل ما تمت عملية الذوبان بشكل أسرع. فهون طرحنا سؤال، العين المجردة قدرت تميز حتى كمان طلع لونه حلو كثير، لون بنفسجي. فمحلول برمنجانات البوتاسيوم عند حصلنا على محلول برمنجانات البوتاسيوم يدعى محلول متجانس ام غير متجانس؟ نعم محلول متجانس، انه العين المجرده ما قدرت تميز بين البرمنجانات وبين الماء لانه المكونات صارت مزيج متجانس. هلا التجربه الاخيره عندي اياها تجربه كربونات الكالسيوم. هلا بالنسبه لكربونات الكالسيوم عباره عن ماده لونها بيضاء راح اضيفها لعينه من الماء. فهون نلاحظ عند الاضافه كمان نقوم بعمليه التحليل. طبعا هلا هون كربونات الكالسيوم حتى تذوب بدها وقت معين، فعند اضافه البلورات البيضاء البودره البيضاء هي كربونات الكالسيوم هي عباره عن الماده المنحله او المذابه ضفتها بالماء، الماء هو عباره عن محل او مذيب. فهلا رح نخلي معلش لحتى بدها فتره زمنيه كونه عندي كربونات كالسيوم قطعة كبيرة شوي، بس رح اتركها فترة زمنية بآخر الدرس نشوف شو رح يصير وبنوع المحلول. هلا بالنسبة إذا تعرفنا على التجارب التالية عدة تجارب فنستنتج أن المحلول يتكون من، إذا بالنسبة للمحاليل يتكون المحلول من مادة مذيبة أو محلة وهو الماء، بتجاربي هو المي. المادة المحلة أو المادة المذيبة ومادة مذابة بتكون نسبتها كتير قليلة المادة المذابة مثل ملح الطعام مثل ما شفنا عندي كبريتات النحاس الزرقاء البلورات فهي كلها عبارة عن مادة مذابة أو مادة منحلة. فللمحلول كمان كما شفنا بالتجارب نوعين للمحاليل، المحاليل نوعان محلول متجانس ومحلول غير متجانس. هلا إذا بدي أعمل مقارنة بين المحلولين، المحلول المتجانس يكون المحلول بطور واحد مثل عندي صار عندي الوان حلوه وكثير مختلفه على فكره كثير صارت الوان حلوه، عندي هذول المحلولين ملح كبريتات النحاس الزرقاء وعندي محلول برمنجانات البوتاسيوم، فهون المحلول ما بقدر ميز بين جزيئات الماده المنحله وبين المحل، فهون بسمي المحلول متجانس، محلول متجانس. فالمحلول المتجانس يكون المحلول بطور واحد. هلا بالنسبه للمحلول الغير المتجانس، المحلول الغير المتجانس عندي يكون المحلول باكثر من طور. هلا مثل التجربه اذا المحلول غير متجانس يكون المحلول باكثر من طور مثل الزيت مع الماء. فيني ميز الماده المنحله هي الزيت والمحل هو عباره عن الماء. فهون العين المجردة ميزت بين المادتين المحل والمنحل فيدعى هنا محلول غير متجانس. هلا حتى بالتجربة عندي بكربونات الكالسيوم يعني فحتى كمان بتجربة كربونات الكالسيوم لما بتذوب المادة بشكل كامل عند ذوبانها فلازم يترسى بسفل الوعاء كمان كمية من كربونات الكالسيوم. كمان بالنسبة لعملية انحلال كربونات الكالسيوم مع الماء يدعى كمان محلول غير متجانس. هلا بالنسبة لعملية ذوبان المادة المنحلة تدعى تحول فيزيائي. هلا هون ليش بسميها تحول فيزيائي؟ رح نرجع للمي والملح. إذا جبت المحلول الملحي وعرضته لحرارة عالية فهون تحدث عملية الغليان. فكل شيء مي رح يتبخر على شكل بخار الماء، بسفل الوعاء رح أحصل على الملح. فالتركيب الكيميائي للملح الطعام يبقى كما هو، فهون انا بسميها عمليه تحول فيزيائي، يلي بصير جزيئات الماده المنحله فقط لما احلها بالمحل بتتحول على شكل ايونات، ايونات موجبه، ايونات سالبه، يعني الماده الصلبه NaCl مجرد حطيتها
بالمي فقط يلي صار تحولت لأيونات، أيونات موجبة وأيونات سالبة. هلأ هون لاحظ بالنسبة للمي، أنا كان كل شغلي بالمي. هلأ مثل عندي ملح الطعام، مثل برمنجانات البوتاسيوم، كبريتات النحاس، كلياتها عبارة عن مركبات أيونية. كلمة مركبات أيونية أخذتوها بالمراحل السنوات السابقة، إنه هو عبارة عن مركب الرابطة بتكون أيونية بين الأيون الموجب والأيون السالب. فعندي هون أنا ملح كلوريد الصوديوم NaCl الصيغة الكيميائية، فبيتكون عندي من أيونين، هنين أيون الصوديوم وأيون الكلور، Na موجب Cl سالب. فهون بلاحظ جزيئات الماء، عندي جزيئات الماء هي الخضرة، طبعا احنا شبهناها بالشكل كراز. عندي هون جزيئات الماء صارت محاطة بأيونات الملح. أيونات الملح عندي هون أيونات الكلور الخضرة، هي أيونات الكلور السالبة، وكلوريد الصوديوم باللون عندي اياه الرمادي. فجزيئات المي هي الطابات الحمر والزرق، H2O المي، الأكسجين بالأحمر، والزرق اللي حواليهم هن الهيدروجين. فأصبحت كل أيونة سواء أيون موجب ولا أيون سالب، كل أيون سواء موجب ولا سالب محاطا بشكل كامل بجزيئات الماء. فهنا يدعى الماء قطبي لأنه يذيب المركبات الأيونية مثل كلوريد الصوديوم مركب أيوني، مثل عندي كمان كبريتات النحاس. هلأ بالنسبة لكبريتات النحاس، بالنسبة لكبريتات النحاس كرمز كيميائي مركب CuSO4. هلأ إذا بدي أكتب الصيغة الأيونية بالنسبة للنحاس +2 وعندي الكبريتات -2. هلا بالنسبة هي لكتابة الصيغة الأيونية، فالمركب كبريتات النحاس هو عبارة عن مركب أيوني يتكون من شقين، شق موجب وشق سالب، فحتما المي رح يدور إنه الماء هو قطبي يذيب المركبات الأيونية. هلا بالنسبة للزيوت والدسم والشموع، قد ما حطيت مي ما رح لأنه عندي الزيت هو عبارة عن مركب ذات رابطة مشتركة، فهم بينتبه إنه الماء لا يذيب المركبات ذات الرابطة المشتركة، هي الزيوت، الشموع، الدهون، الدسم، كل شيء مواد المي ما بيدوبها، حتما هي المواد اللي ما عم بتدوب هي عبارة عن مواد ذات رابطة مشتركة. هلا ننتقل لمصطلح آخر وهو التركيز. هلا تعرفنا على المحاليل وانواعها وعملنا مقارنه بالتجارب بين تصنيف المحاليل المتجانسه والمحلول الغير متجانس. هلا بالنسبه لمفهوم تركيز المحلول، هلا احيانا بنعصر حبتين ليمون بيجي بدوقها فبكون طعمها كثير حامض، فهون نسبه الحمض ونسبه الماده اللي انا بشتغل فيها تركيزها عالي. اذا اجيت شوي بدي خففها فرح حتما رح اضيف كميه من المي، فانا هون لما بضيف مي وحمض رح اشعر بطعمه الحمض، فهون انا بقول الطعمه يعني اشبه لكم اياها بالتركيز. فنفس الشيء بالمي والملح، انا لما حطيت المي مع وضفت كميه من الملح رح اشعر بكميه الملح، بكميه الماده مين المذابه. فالتركيز هو نسبه كميه الماده المذابه في المحلول. اذا التركيز بشكل عام، انا حطيت معلقتين ملح للماء المقطر، فنسبه او كميه هي الماده المنحله او المذابه تدعى بالتركيز، يعني رح نشبهها لطالب تاسع بالطعمه. فهلا بالنسبه للتركيز المحلول، اذا تعريفه نسبه كميه الماده المذابه وليست الماده المذيبه. انا على طول بشعر مثلا بطعمه الملح، مي وسكر، بشعر بطعمة شو؟ سكر. فأنا عم بشعر بطعمة المادة المادة المنحلة أو المذابة. هلا بالنسبة للتركيز له نوعين، تركيز مولي وتركيز جرامي. هلا بالنسبة للتركيز المولي، أنا إذا أخذت كتلة محددة من الملح هلا
هلا اخذنا كتله معينه، وزن معين من الملح، حطيت على الميزان وزن معين، وليكن مثلا ام كتله الملح ام تساوي فرضا حطيت 2 جرام. الام هي كتله الملح، رح بدي احلهم بحجم بواحد لتر من المحلول، اجيب لتر من الماء المقطر وحلهم فيه، هي فيه حجم، رح اعتبر الحجم فرضا 1 لتر من المحلول. حاصل قسمة الكتلة على الحجم تدعى بالتركيز الجرامي، فالتركيز الجرامي هو عدد الجرامات المادة المذابة في لتر واحد من المحلول. إذا عدد الجرامات المذابة في لتر واحد من المحلول وتعطى بالعلاقة. نشوف القانون، التركيز الجرامي C تساوي M على V، حاصل قسمة الكتلة على الحجم. بدي انتبه دوما للواحدات في الجملة الدولية، بالنسبة للكتلة تقاس بواحدة هي الجرام. الكتلة هنا الجرامات، الوزن اللي حطيته على الميزان بالنسبة للمادة المنحلة. الفي هو عبارة عن الحجم، الحجم 1 لتر يقاس بواحدة اللتر. هلا بننتقل للتركيز المولي. التركيز المولي هو عبارة عن عدد المولات كمان المادة المذابة في لتر واحد من المحلول. بالنسبة لقانون التركيز المولي، هلا التركيز المولي بدي اربطه بالمولات، والتركيز الجرامي رح بدي اربطه بالكتلة. إذا الجرامي بدي اربطه بشو؟ بالكتلة، تمام، بالجرامات. أما المولي رح نربطه بالمولات، بعدد المولات. فهلا عندي بالنسبة للتركيز المولي قانونه C تساوي N على V. هلا بالنسبة ل N، مين هي N؟ هي عبارة عن عدد المولات. N عدد المولات تعرفتوا عليه سابقا في الصف الثامن، حساب N المولات. V حجم المحلول، إذا V حجم المحلول، ودوما الحجم يقاس بواحدة وهي اللتر. طيب يا انسه، بكي احيانا اجت بالميلي لتر، حلوه، لو بالميلي لتر، نحن طلاب تاسع مالنا صغار بنعرف نحول. هلا بالنسبه للتحويل، انتبه دوما بالمسائل، اذا تم اعطاء الحجم بالميلي لتر لازم نحوله الى اللتر. رح نتعلم كيف رح نحول. عندي من الميلي لتر لللتر هون تحويل، بس نتعلم هلا شويه قوانين التحويل. هلا بالنسبة للميلي لتر هي واحدة صغيرة، واحدة قياس صغيرة، أما اللتر واحدة قياس قيمتها كبيرة. طيب هلا إذا بدي انتقل من الصغير للكبير لازم نقسم، عندي في الدرجات تقسيم ألف. ما بصير الصغير يضرب الكبير، لا، ما هيك؟ إذا الصغير بيقسم، مستحيل الصغير يضرب الكبير. فإذا الميلي لتر لللتر دائما نقسم على ألف، هي من شان التحويل بالمسائل. اذا هلا رح نطبق كل المعطيات بتطبيق بدي اشوفه هلا، بس بدي انتبه هون لمراجعه بسيطه لحساب عدد المولات. هلا بنتبه طلاب، بالنسبه للفقره هي تعتبر من الفقرات الهامه والمسائل الهامه في مسائل التاسع. تعرفنا على قانون الاول التركيز المولي C تساوي N على V. التركيز الجرامي له علاقه بالكتله، معناتها C تساوي M على V. طيب بينتبه هلا بالنسبة للمولات أو أحيانا الكتلة بتكون مجهولة، رح ينط لعندي قانون من صف الثامن ورح يجي أنقذني بآخر لحظة. فرح يجي عندي قانون حساب عدد المولات، N تساوي عدد المولات يساوي كتلة الكتلة الجرامية، كتلة المادة M صغيرة على الكتلة المولية M كبيرة. M كبيرة هي عبارة عن الكتلة المولية. الكتلة المولية على طول، الكتلة المولية بحسبها من شريط الكتل الذرية يلي بيكون بأسفل المسألة معطى. أما إن الصغيرة هو عبارة عن كتلة المادة، كتلة واحدة يلي بالجرام اللي بتكون عاطيني إياها بنص المسألة. مثلا لدينا 2 جرام من الملح، لدينا 2 جرام من السكر، فهي مين؟ إم. إم صغيرة الكتلة الجرامية. أما الإم الكبيرة هي عبارة عن الكتلة المولية. فهذا القانون دائما بدي اربطه بقوانين التراكيز. هلا رح ننتقل للتطبيق. هلا رح ناخذ النشاط التالي. هلا هي المساله رح نشتغلها سوا، والتطبيق الثاني ممكن ناخذه واجب للدروس السابقه. هلا رح نبلش بالتطبيق الاول. بالنسبه للتطبيق الاول، لدينا محلول لحمض كلور الماء. اخذنا محلول لحمض كلور الماء حجمه 100 ميلي لتر،
طبعا هون في عندي خطا مطبعي، هلا بنصححه. اذا عندي الحجم 100 ميلي. طيب فهون معلش بس نصححها، الحجم 100 ميلي لتر وليس لتر، معلش مشان التحويل، تعلم على التحويل. اخذنا حمض كلور الماء محلول، يعني يتكون من ماده محله وماده منحله، حجمه 100 ملي. رح نعمل بالبدايه حل التطبيق الاول. بلش بتطبيق واحد. بالبدايه رح نظم افكاري، قبل ما بلش حل مساله اهم شيء تنظيم الافكار. رح بلش اعمل مخطط بسيط للمساله. انا هيك معلمه عودة الله بتعمل مخطط بسيط للمساله. محلولي حمض كلور الماء حجمه، الحجم بالمزله بي في في يساوي الحجم 100 ميلي. يعني اعطينا الحجم، بس هون بدي انتبه اعطيني اياه بالميلي لتر، بصير يضل بالميلي؟ لا، لازم نحوله للتر. بدي احوله للتر معناتها لازم اقسم على 1000، صارت عمليه حسابيه. فالحجم يساوي 100 على 1000. طبعا باجراء عمليات رياضيه بيطلع معي 0.1 لتر. يحوي على 3.65 جرام من الحمض، فكمية الحمض عندي إياها 3.65. هيني الام الكتلة، ايه 3.65 جرام. طيب ايه من الحمض والمطلوب، المطلوب احسب التركيز الجرامي، معناتها السي الجرامي مجهول، سي الجرامي. طبعا هلا بنستنتج الواحدة مجهولة سي الجرامي، وعندي كمان التركيز المولي، كمان التركيز عندي التركيز المولي، كمان عندي اياها مجهول. هلا بالنسبة لخطوات الحل عندي اياها، طبعا 1 تعامل باللتر ناقص 1 التركيز المولي، هلا بنحكي عليها. هلا رح نبلش حل. هلا بالبداية طلب مني حساب التركيز الجرامي، فورا بنحط قانون التركيز الجرامي. هلا طبعا بكل مسألة بيكونوا عاطيني الكتل الذرية، الهيدروجين كتلته الذرية 1، الكلور 35.5، هدول اعداد ثابته تعطى بنص المساله بالكتاب ولا بالامتحان باسفل المساله يعطى الكتل الذريه. هلا ببلش بالطلب الاول، سي الجرامي، سي تساوي ام على في، هي القانون. اذا كتابه القانون كثير مهم، ناخذ عليه جزء من العلامه. هلا تطبيق القانون كمان عليه علامه، اذا القانون ربما يكون عليه 5 والتطبيق ثلاث اجزاء عليه، فالقانون مع تطبيقه. الكتله عندي اياها بالمخطط 3.65. هلا عندي بالنسبه للحجم عندي اياه 0.1، 0.1. هلا بالنسبه للعمليات الحسابيه طبعا يعني ما رح كثير نتطرق لها، بس رح اعطي فكرتها. هلا هون عندي بالمقام فاصله بعد مرتبه، رح دائما نحاول نتخلص من الفاصله بالمقامات، فرح اضرب تحت ب10 كونه كسر كمان فوق ب10، فعندي هون ال10 روحت الفاصله، صار عندي الرقم. عندي هون بدها تنزاح مرتبه، فيطلع عندي الرقم 36.5 و1 جرام ضرب اللتر ناقص 1. كيف جبناها هي يا انسه؟ بكل بساطه بقلكم التركيز الجرامي سي تساوي ام على في. كيف رح نستنتج الواحده؟ الكتله 1 جرام، وفي عندي ما ننسى خط كسر تقسيم، والحجم 1 لتر. طيب هلا اللتر ما له قوه، هي قوتها 1 موجبه. هلا بس عم بحول من قسمه الى ضرب، بتصير جرام واحدة التركيز بتصير جرام ضرب، بدل القسمة حولها لشو؟ لضرب. ورح ارفع اللتر لفوق بتصير لتر، بس قوتها شو؟ ناقص 1. فهي استنتاج واحدة التركيز الجرامي. هلا بالنسبة اذا للتركيز الجرامي خلصنا اول طلب، هلا ننتقل للطلب الثاني. هلا الطلب الثاني طالبين مني بنفس احسب التركيز المولي. التركيز المولي قانون له علاقة بالمولات، بنحط القانون سي تساوي ام ان على في، عدد المولات على الحجم. طيب بيجي بعوض سي تساوي الان، يي ما عندي اياها، يا لطيف عشان استفهام. الحجم عندي اياه حلو 0.1، بنحطه 0.1.
بي ام. فبالامتحان ما بحط ايدي على خدي وبقعد، لا بركض دغري بنط لعندي قانون، قانون الانقاذ بيجي بينقذني بيطالعني من المشكله. فالمولات تحسب من القانون، قانون عدد المولات، معناتها رح نحسب قانون اذا عدد المولات. عدد المولات تساوي كتلة المادة على الكتلة المولية. بيجي بعوض يساوي كتلة المادة 3.65. طيب الكتلة المولية الآن شو بدنا نجيبها؟ كثير سهلة وبسيطة، بنجيبها من شريط الكتل الذرية. كمان عندي على جنب صيغة حمض كلور الماء. ما هي صيغة حمض كلور الماء؟ HCl. طبعا بالامتحان الصيغة بضمن المسألة تعطى، طبعا فقط بضمن المسألة تعطى صيغة الحمض أو المحلول. هلأ عندي الـ H الكتلة الذرية لها واحد، وعندي ذرة واحدة إذن واحد. Cl قديش الكتلة الذرية؟ 35.5. كمان بعوض الـ Cl 35.5، بيجي بجمعه عملية جمع 35 زائد 1 36، 36.5، 36.5 و1 جرام بالمول ناقص 1. طيب هلا الرقم اللي طلع معي الكتلة المولية بعوضه تحت، إذا 36.5. كمان نفس القصة في عندي عمليات حسابية، إذا فورا فيني أضرب. هلا الفاصلة تحت بعد مرتبة وفوق بعد مرتبتين، أنا بيهمني تحت، رح أضرب تحت بعشرة وفوق بعشرة. بعد إجراء العمليات الحسابية طلع معي 0.1 وحتى مول، فطلعوا المولات معي 0.1. وين بعوضها؟ بعدد المولات فوق. فعدد المولات حسبته من قانون الإنقاذ، أنا هيك سميته مشان تتذكروه بالفحص. ففورا المولات ما أنا موجود، بس هو موجود بقانون. مين هو قانون؟ قانون عدد المولات. فطلعوا معي المولات 0.1 عوضنا فيها. فبقسم الرقمين بيطلع معي 1 مول ضرب اللتر ناقص 1. طيب كمان الواحدة كيف استنتجناها للتركيز المولي؟ المثال مثل ما شفنا، المثال الأول حلينا حساب، تعلمنا حساب التركيز المولي والتركيز الجرامي. هلا بالتطبيق الثاني، رح نبلش بالتطبيق الثاني. لدينا محلول مائي لحمض الخل، حمض الخل موجود بالبيت. بالنسبة لحمض الخل من ميزته هو عبارة عن حمض ضعيف. هذا الحمض يستخدم كمادة حافظة للأغذية، وحتى في نستخدمه بغذائنا بالسلطة بالفتوش إلى آخره. هلا بالنسبة لحمض الخل كصيغة كيميائية، معلش خلينا نتذكر شوية صيغ كيميائية، كثير بهمني الصيغ الكيميائية كطالب تاسع، سؤال أساسي الصيغ الكيميائية. هلا بالنسبة لحمض الخل صيغته الكيميائية CH3 COOH. طيب قال تركيزه، أعطيني التركيز الجرامي، شو عرفني التركيز الجرامي؟ من الواحدة سي 6 جرام باللتر. إذا هون أعطيني سي تساوي التركيز الجرامي 6 جرام ضرب اللتر ناقص 1. هلا هون انا حاطه قسمه، بس فيني احولها لضرب جرام ضرب اللتر ناقص 1. ناخذ منه 20 ملي لتر، هذا حجم، الفي عباره عن الحجم، فبنسوي مخطط المساله. في يساوي 200 ملي. كمان هون نفس الشيء، فورا عندي اياها بالملي لتر رح نحولها للتر بالتقسيم على تمام ضربا على 1000. فبي يساوي 200 تقسيم 1000. طبعا فيني اختزل الاصفار، بيطلع معي جواب 0.21 لتر، هو محولنا للتر. طيب هلا هون بالنسبه للطلب، الطلب المعطى، الطلب الاول، ما في عندي طلب اول، احسب كتله حمض الخل في هذا المحلول. إذا هون طلب مني حساب الكتلة. بالنسبة للكتلة شو هي برمز الكتلة؟ نعم بالرمز M. إذا هون مطلوب حساب الكتلة. بشي أنا بنتبه للمعطيات، أهم شيء قراءة المسألة بتمعن. حساب الكتلة أعطوني هنين التركيز الجرامي. طيب رح نربط قانون،
هلا اعطوني اياهم مفتاح الحل، مفتاح الحل هو التركيز الجرامي، حتما رح استخدم التركيز الجرامي، كونه المفتاح اعطوني اياه هو التركيز، قيمة التركيز الجرامي، ففورا رح احط قانون سي تساوي ام على في. طيب يا انسي ليش ما حطينا المولي؟ لان اعطوني هون الجرامي، جرام باللتر، اذا هون اعطونا التركيز الجرامي. هلا المرحلة الثانية هي التعويض. بيجي التركيز قديش قيمته؟ 6، تعوض 6 تساوي. بالنسبة للكتلة هن طالبينها، الكتلة مجهولة ام. طيب في قديش قيمة في؟ 0.2. هلا صار عندي عملية تناسب، فيني هون احط مقام واحد، اخذ جداء الطرفين بالوسطين، ومنه ام تساوي. ام يساوي 0.2 ضرب 6 على 1. فينا دغري مباشرة، بس أنا بحل بالتفصيل. على 1 تطلع معي 6 ضرب 2 12، والفاصلة بعد مرتبة، تقسيم 1 طبعا بضل الرقم نفسه لأنه الواحد عنصر قيادي، وحتى الكتلة هي جرام. هي بالنسبة طبعا للتطبيق الثاني، النشاط موجود بالكتاب. لو طلب مني فرضا حساب عدد المولات، حساب عدد المولات طلب اضافي، لو قال لي عدد حط طلب اضافي احسب عدد المولات، مولات الحمض. كمان هون عندي الكتله بدهم حساب المولات، كمان رح اجي لمين؟ لقانون المنقذ اللي فورا بيجي بينقذني بالمولات. ان تساوي ان يساوي ام صغيره على ام كبيره. طيب المولات انا بدي اياها، ان مجهوله. بيجي الكتلة، قديش طلعت معي الكتلة؟ 1.2. طيب هلا بالنسبة للكتلة المولية، مثل ما تعلمنا دائما الكتلة المولية تؤخذ دائما من شريط الكتل الذرية. هلا بالنسبة للكتل الذرية رح تكون معطات سي، نحط الكتل الذرية هون سي 12H1 والO 16. طيب هلا حساب الكتلة المولية، خطواتها دوما تاخذ صيغه المركب، فقط نعوض بالكتل الذريه. رح احسب هون عندي الكتله الموليه. هلا اذا حساب الكتله الموليه هون صادفتني مشكله، بس هي ما لها مشكله الموجوده عند الكتل الذريه. اول خطوه نضع صيغه المركب، اذا الحساب حط صيغه المركب هي CH3 COOOH، هي الحمض الخل. بيجي بعوض بالكتل الذريه، السي عندي اياها 12، كم زادت عندي كربون هون؟ وحده 12. طيب الاتش قديش الكتله الذريه للاتش؟ عندي اياها 1، بس ننتبه كم ذره اكسجين، كم ذره هيدروجين عندي؟ 3، فواحد ضرب عدد الذرات اللي هن 3. طيب السي الثانيه كمان 12، عندي او رح ادمجهم دغري. هلا بالنسبه للاو كم ذره اكسجين عندي؟ هون عندي ذرتين اكسجين، فرح ندمجهم سوا. الكتله الذريه للاكسجين 16، كونه عندي ذرتين اكسجين فصارت 16 ضرب 2 32، والاتش الكتله الذريه لها هي 1. بجمعهم عمليه جمع بيطلع معي الجواب 60 جرام بالمول ناقص 1. فالكتلة المولية طلعت معنا 60 جرام بالمول ناقص 1. نجي هلا بنعوض فيها هون، طلعت معي 60. فهون هلا بالنسبة بس للعمليات الحسابية، هلا فينا مثلا نتخلص من الفاصلة، رح اضرب هون ب 10 تحت ب 10 تطلع معي 12 على 600. 12 على 600، هلا 12 تقسيم 6 2 يعني 2 على 100، يعني بيطلع معي الجواب 0.02 وحتى مول. هي حساب المولات. هلا بنهاية هذا الدرس مثل ما شفنا تعرفنا على تعريف المحلول، أنواع المحاليل، تصنيف المحاليل، وتعرفنا كمان على شغلة كتير هامة وهو التركيز المولي والتركيز الجرامي وطريقة حساب التراكيز. وكمان تعرفنا على طريقة حساب عدد المولات، وطبعا
هلأ ممكن إذا أخذنا هون سؤال إضافي، صنف المركبات وفق جدول. إذا أعطيت أنا محالي بدي صنفها لجدول، أخذ محلول مثلا محلول ملح الطعام، بدي صنف المحالي إلى متجانسة وغير متجانسة، محلول الزيت مع الماء، رح آخذ كمان محلول برمنجنات البوتاسيوم، هذا اللون الحلو ها تذكروا بالتجربة عندي عبارة عن صبغة طلعت معي لون بنفسجي هون تمام، فهذا عبارة عن محلول برمنجنات البوتاسيوم. رح ناخذ كمان مثلا محلول اخذنا الزيت من الطعام برمنجنات محلول كربونات الكالسيوم مع الماء. هلا هون طبعا بدي صنفها الى محلول متجانس ومحلول غير متجانس. هلا خلينا نبلش محلول ملح الطعام. نعم محلول متجانس. طيب محلول الزيت مع الماء تمام غير متجانس. طيب محلول برمنجنات البوتاسيوم محلول متجانس. كربونات الكالسيوم مع الماء هي هي كربونات الكالسيوم. هلا بالنسبه لمحلول كربونات الكالسيوم انا هذا شرته فتره زمنيه، هلا بدي لاحظ بصير عندي راسب في اسفل الوعاء والمي بالاعلى، فهون بقى بده يصير عندي كربونات الكالسيوم عباره عن محلول غير متجانس. علل لماذا محلول كربونات الكالسيوم محلول غير متجانس؟ لانه يتكون من طورين، يتكون من طورين. هلا مثل ما شايفه طبعا هلا انا كون المحلول قريب علي بلشت قطرات عندي المي يطلع لفوق وينفصل الكربونات عن الماء، بلشتها يصير عندي فوق طبقه من المي. فهو ممكن يجي تعليل علل لماذا محلول الزيت والماء محلول غير متجانس؟ لانه يتكون من طورين، انه يتكون من طورين. طيب ممكن يجي علل لماذا ملح فرضا محلول كبريتات النحاس والماء محلول متجانس؟ لانه يتكون من طور واحد فقط. هلا عن تابع محلول كبريتات الكالسيوم عباره عن محلول غير متجانس. هلا بالنسبه للدرس المعطى بنوقف لعند التركيز المولي والتركيز الجرامي، وفي عنا واجب اختبر نفسي الاسئله الاولى، فممكن كمان هي نحاول فيها مع ان شاء الله في الاسبوع القادم بنتمم الدرس درس المحاليل المائيه. شكرا.